على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا كلها، وافتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. الواقع نحن يعني ذكرنا أسماء الله الحسنى، الخالق البارئ المصور، صار كذا حلقة، وإن شاء الله اليوم نختم هذا اللي ننتقل إلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. أذكر يعني بعض الأشياء التي كنا ذكرناها من قبل. الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور، قلنا الخالق الذي جاء، الخالق جاء في كتاب الله عز وجل في 11 موضعا. دول أنا أقول بس أما أعطي ملخص. والخلاق جاء في موضعين. الخالق تدل على أنه جاء بشيء، صنع شيئا، خلق شيئا على غير سابقة ومن لا شيء. كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق كل الأشياء. طيب، هذه ذكرناها. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه الخالق يعني خلق الخلق وبرأ النسمة وصورها، وهذه الصور فيها من الإعجاز الشيء العجيب. وهذا اليوم يعني العلم الحديث يكشف موضوع شو بيقولوا له التشابه وال اللهم صل على سيدنا محمد، أنك تستطيع عن طريق تحليل الدم أن تعرف هذا الإنسان وارتباطه بأبيه وارتباطه بأمه عن هذا شو اسمه؟ الشفرة الوراثية. هذا خلق الله، هذا صنع الله. فلذلك تجد هذا التشابه العجيب بين الأب وأولاده. أحيانا يجي الولد سبحان الله أول ما تنظر به قل أنت ابن فلان، نعم صورة طبق الأصل عن أبيه، أو أحيانا يأتي صورة طبق الأصل عن خاله، ويكون هذا الولد نزع لأخواله. وهذا أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تلد أباها أو تلد أخاها، كيف يعني؟ في الشبه، فيأتي الولد شديد الشبه إلى أبيه أو إلى أمه. هذا ذكرناه. البارئ، الخالق البارئ، قلنا البارئ تشرحه آية واحدة من كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خلق سبحانه وتعالى الخلق وسوى الخلق على صورة معينة وعلى نهج معين، وسبحانه وتعالى خلق هذا الخلق من العدم. أنا أريد أن أرجع إلى موضوع الخلق. فنحن شرحنا الخالق يمكن 4 دروس. بالدرس الماضي، الأسبوع الماضي، أحد الأخوة اعترض على كلمة إن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا أعظم من خلق. هذا وارد، لخلق السماوات والأرض أكبر في لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق المجرات اليوم، هالاكتشافات الحديثة، خلق المجرات، البعد ما بين الأرض وما بين الشمس، البعد ما بين الأرض والنجوم، حجم النجوم،
حجم هذه المجموعة التي تسمى درب التبانة التي فيها مليارات من النجوم، هذا اكتشافات حديثة، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن ينبغي لنا يعني أن نجعل هنالك ترابط بين الخالق والبارئ. الخالق نعم يعني يلتبس على بعض الناس أن تقول إن الله سبحانه وتعالى خلق يعني خلقا عظيما وهنالك دون ذلك، نعم هذا ورد في القرآن الكريم، ولكن بالأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، كن فيكون، ما هي؟ نعم، أحيانا بعض الملحدين يأتون إلى إنسان، خاصة إذا كان إنسان يعني قرأ القرآن وليس ولم يدرس أبعاد القرآن وليس عنده فكرة عن ذلك، يقولون له هنالك تناقض في القرآن، من أين جاء التناقض؟ قال اسمع، فالله سبحانه وتعالى يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، إذا هنالك خالقين والله سبحانه وتعالى أحسنهم، هذه واحدة. ثم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم، إذن هل من خالق غير الله؟ ما في خالق غير الله عز وجل، الفرق بين هاي وهاي يعني إذن هناك أحسن الخالقين، إذن هناك خالقين آخرين، وهنا الخالق وحده سبحانه وتعالى، كيف الربط؟ هذا مو تناقض يا أخوان، لما قلنا أحسن الخالقين أي أن الله سبحانه وتعالى خالق بالمعنى الحقيقي، أوجد الأشياء من عدم، أما الذين نسب إليهم خلق شيء إنما هي صنعة، حتى يعني الآية التي وردت في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى مخاطبا الكفار إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تصنعون الأصنام وتصنعون، هل صنعوها من العدم؟ مستحيل، هم استخدموا الصخر ونحت، استخدموا الجبس أو الإسمنت أو ما شابه ذلك، استخدموا المواد، استخدموا الحديد وصنعوه صنعة. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، إني أخلق، هل صار عيسى خالقا؟ هذا من تشابه الأجسام الأسماء، وأضرب لكم مثالا، الله سبحانه وتعالى بصير والله سبحانه وتعالى سميع، هنالك أسماء مشتركة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، الأسماء المشتركة فلان كريم والله سبحانه وتعالى كريم، فلان بصير وأنت بصير، فلان سميع وأنت سميع، ولكن هل كرمك مثل كرم الله سبحانه وتعالى؟ هل سمعك مثل سمع الله عز وجل؟ أنت هنا في القاعة تبصر وتسمع، لو ذهبت الآن بعيدا إلى آخر المبنى لا تبصرني ولا تسمعني، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه ذلك، يسمع سبحانه وتعالى، يعلم وساوس النفس وما تخفي الصدور، فهل نحن نسمع مثل سمع الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الخلائق في وقت واحد، وهؤلاء الذين يقفون على عرفات مليون إنسان أو مليونين أو 3 ملايين أو حتى 10 ملايين كلهم يدعو والله سبحانه وتعالى يسمعهم كلهم، فهل سمعنا مثل
سمع البشر مثل سمع الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. هل بصرنا مثل بصر الله سبحانه وتعالى؟ كمان مستحيل. وكذلك في موضوع أو اسم الخالق، هل خلق عيسى مثل خلق الله عز وجل؟ عيسى قال إني أخلق لكم من الطين، إذن الطين موجود، صنعه على هيئة معينة ثم بإرادة الله تعالى نفخ فيه فبإرادة الله تحرك وصار طينا. هل خلق عيسى عليه الصلاة والسلام مثل خلق الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض والنجوم وخلق الحيوان وخلق السمك في الماء وخلق الماء وخلق الأرض والشمس والقمر؟ الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لا يخفى عليه شيء، ولا نستطيع أن نخرج عن دائرة الله. وكنت ذكرت لكم هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى تحدى البشرية جمعاء بموضوع الذبابة، أنهم لو اجتمعت كل البشرية على أن يخلقوا ذبابة واحدة لما استطاعوا. بس يعني ممكن هم يصنعون شكل جسم يشبه جسم الذبابة، ولكن هل يستطيعون أن ينفخوا فيه الروح؟ أضرب لكم مثال آخر، يعني صنعوا من الجبس فيلا، فهل هو مثل الفيل الحقيقي؟ صنعوا من أشياء أو من بلاستيك، هذا الشيء اللي بيسموه بصندوق في الأماكن بعثياب المانيكان، يعني هيئة رجل أو هيئة امرأة أو هيئة طفل مصنوع من البلاستيك، ويضعونه ويلبسونه، يعني إن كان رجل يلبسوا طقم وأميص وجرافي، وإن كان جسم أنثى يلبسونها مثلا ثوب أو ما شابه ذلك. هل تقتنع أنه هذا إنسان حقيقي؟ مين بيقتنع أنه إنسان حقيقي؟ هذا صنعة البشر. أما صنعة الله عز وجل، خلق الله عز وجل غير ذلك، فهو خالق وهو بارئ. فإذا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ثم جعل سبحانه وتعالى ذكر المصور الذي صور الخلق على أحسن خلق، على أحسن ما يكون. وأيضا ضربت لكم مثال المرة الماضية، لو هذا الوجه خلعنا عنه الجلد كيف يصير؟ كيف يكون منظره؟ منظر موحش جدا. الله سبحانه وتعالى خلق فصور، فكان تصويره سبحانه وتعالى كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، أجمل ما يمكن، أجمل ما يمكن. خلق الخلق، خلق هذه الأشياء وفيها من الإعجاز وفيها من الجمال ما يذهل العقول. فإذا نحن بهذه يعني المسائل أو بهذه المسألة اللي عرفناها أنه خالق، خلق الخلق من العدم وأوجده سبحانه وتعالى على الهيئة التي يريدها، وكما ذكر سبحانه وتعالى في سورة فصلت أنه خلق السماوات وخلق الأرض وجعل في الأرض يعني رواسيا وجعل في الأرض أقواتها وجعل كل ذلك فصله لنا الله سبحانه وتعالى، ثم بين لنا سبحانه وتعالى أنه خلق وبرأ هذه الأشياء على النحو الذي يريده هو سبحانه وتعالى، ثم صورها، فكان تصويره سبحانه وتعالى في أجمل الصور. وليس هذا فقط في البشر، وإنما أيضا أحيانا في بعض أنواع الطيور تقول سبحان الله. اليوم على وجود يعني مكانات التصوير، آلات التصوير وآلات البث، وأدخل إلى مواضع مثلا على اليوتيوب تجد هنالك من صور أنواع من الطيور تقول لا إله إلا الله،
ما أعظم خلق الله. لو دخلت في عالم الأسماء لوجدت شيء عجيب جدا من أسماء ملونة وأسماء لها صفات وأسماء لها يعني نور وإضاءة، تقول لا إله إلا الله. هنالك أنواع حتى من الرخويات الحلزونات هذه التي تعيش ضمن قواقع أو خارج القواقع، تقول لا إله إلا الله. كيف بنى هذا الحلزون الذي هو شبه هلامي مادي، كيف بنى هذه القوقعة الجميلة من الكلس؟ وقل لا إله إلا الله. لا إله، في أنواع من القواقع يعجز عن صناعتها الصنعون. الله سبحانه وتعالى خلق كل ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل، حتى ذكرت المرة الماضية الغزال، كم يعني كم تغزل الشعراء حتى بالغزال. فلذلك أيها الأحباب الكرام، ننهي هذه الشرح، هذا الشرح الذي استمر معنا دروس، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وأنه سبحانه وتعالى برأهم، وأنه سبحانه وتعالى صورهم أجمل تصوير، وأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وأن خلق الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثل خلق الله سبحانه وتعالى شيء، ولا يستطيع البشر أن يخلقوا مثل خلق الله سبحانه وتعالى. إذا كان لذلك الذي يريد أن يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى يعذب أشد العذاب يوم القيامة. هؤلاء المصورون الذين صوروا الأشياء اللي فيها روح، إن كان حيوان أو كان إنسان أو كان، هؤلاء يوم القيامة يعذبون أشد العذاب. يقال لهم أتريدون أن تخلقوا مثل خلق الله؟ فيعطوا صورا لما رسموا أو لما نحتوا، ويقال لهم وهم في جهنم خذوها وانفخوا فيها الروح. هل من أحد يستطيع أن ينفخ الروح في مثل هذه الصور؟ رسم إنسانا من أجمل ما يكون الصورة، هذا الرسم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن الله جعل رزقي في هذا العمل، إن أساوي تماثيل حتى أو أرسم صور. قال كذبت، ما جعل الله رزقك فيما حرم عليك. لذلك أيضا ابن عباس سئل نفس السؤال فقال له أرسم، يعني إذا كنت أنت رسام وعندك هواية أرسم ما ليس فيه روح، رسوم الشجر، رسوم الورود، رسوم الأزهار، رسوم يعني، أما ابتعد عن رسوم الرسوم التي فيها روح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نكتفي إن شاء الله ونأتي إلى اسم جديد في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.